محشوم؟ لك يا محشوم؟ لك افتح يا وطي؟ لك انا دفعك يا وطي؟ لك افتح يا ندل؟ محشوم؟ 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 لك افتح يا وطي؟ لك افتح يا ندل؟ محشوم؟ شكري اخو لرمزي. شلون يعني ما اطلع يا امو؟ بدك ياني عنده بالبيت مثل النسوان؟ محجوب برضاي عليك يا امو، والله قلبي مو متحمل، مو ناقصني اللي فيني مكفيني، مشان الله. ولك افتح يا واطي، ولك افتح يا محجوب يا كلب، لك اذا كنت رجال بتطلع. عرفيني حالك؟ شوفي شو عم بتساوي لك شكري، شو عم بتساوي؟ اتركني يا ابو عادل، اتركني بدي اخذ بتاعي. ليش محجوب هون؟ لك محجوب هون، امبارح المسا هرب من سجن القلعه ومحتمي ببيته. محجوب محجوب افتح عم اقول لك، اذا كنت رجال بتطلع قدامي يا واطي. لك طول بالك يا شكري، طول بالك، هذا الشيء اللي عم تعمله ماله مزبوط بالمره، بعدين الخبر بركي ماله صحيح، بعدين مو عيب عليك تدق على حرمه لحالها بالبيت، خلصنا شكري، خلصنا. صحيح شكري، يعني الحق معه، حرمه لحالها بالبيت ما بصير تدق عليها. بالناس كلمه ها؟ بالناس كلمه، انا لسه ما خرفت، الناس شافوه بعينهم فايت على بيتهم امبارح بالليل، محجوب عمالك اطلع قدامي، مني مالك فك اطلع، ولك اطلع. عم شكري طول بالك وصلح سيدنا النبي، هلا عن جد عن جد اذا بدك الصراحه يعني شغلتك صعبه كثير. شكري عمي ايش دخلك الخنجر؟ ايش دخلك يا يا اخي؟ خبر عمي ابو عزاء انه شكري هجم على بيت ام محجوب. عم شو عم تحكي؟ يلا روح يا بيت. عم يقولوا شكري هجم على بيت ام محجوب بده يقتل محجوب. لطيف شو هالحكي ها؟ يا لطيف انتبه على حالك. شو في يا ابو شكري؟ على مين هاجم؟ على بيت ام محجوب. وشو بده بهالمسكينه؟ على محجوب مو على امه. محجوب امبارح طلع من سجن القلعه. ايوه الله يستر. امين. من هون ماني متحرك، ما بمشي حتى اطلع بروحه. ما بيصير هالحكي يا شكري، ما بيصير. يا شكري احمل حالك وروح على البيت، ولا انا شغل، بعدين بتاخذ بيتار اخوك. اخي يرضالي على وشك، احمل حالك وروح على شغلك، من اليوم ورايح هذا شغلي وهذا تاري. لا سيدي ماني متزحزح من هون، وهلا بدك تعمل حالك وتروح على بيتك. ايه عمي ايه مزبوط، شو بيحكي المعلم شكري مزبوط. خلصنا ابو معروف، خلصنا انت وخليك على جنب. ها والله العظيم مزبوط. ارتاح ابو معروف، انت لا تدخل. شكري شو عم تعمل هون؟ ولا روح على بيتك روح. ماني رايح. شكري مو انا اللي بنقل لك كلمتي، لا امشي معي. اتركني زعيم. لفة شكري، لفة واسمع كلمة الزعيم. شكري هدي حالك بقى وامشي. خلصنا يا اخي، يلا شكري يلا امشي. شكري امشي خلصنا يلا. والله رح يجي بكره. يلا يا شباب خلصي كل واحد على شغله يلا. جليخ سكاكين، جليخ قصار، جليخ حواجب، جلخاتي، جليخ سكاكين، جليخ حواجب. كل ما بنتك يا عمو لو كله من هالفجرة. اسمي يعطيك هاني يا بي. يا أمرك يا أبي.
خير ابو عزام؟ ما في شيء، بدنا نحكي جوز كلام. عامل شيء شكري؟ لا ما في شيء، ما في شيء. تفضل حبيبي. شرف. تفضل. شرف. بيت بهالكم يوم خليك جنبي وقدام عيني، الله يوفقك. يا مو انت ليش عم تحكي معي كاني ولد صغير وتوصيني؟ شكري كلياته شقفت ولد بالحاره. ايش كان بده ياخذ بتار اخوي يتنطوط؟ بدي لحقه فيه. خلي وقت ابو رمزي يقعد يبكي بالبيت مثل النسوان. يا ابني الله يوفقك، ما بدنا مشاكل، والله ما صدقت شفتك قدامي. بعدين خلينا نعيش كم يوم سوا هيك حلوين قبل ما الله ياخذ امانته، ومشان تروح تدور على اختك خيزران وتجيبها. خليني اشوفها، خليني اشوفها يا محجوب، بدي اشوفكم حوالي. عيني خير يا مو، عيني خير. الله يخلي لنا اياكي فوق راسنا. خليك يا مو، خليك قاعد، انا بفتح. مو عيب يا مو، عندك رجال بالبيت وانت تفتحي الباب، شو بدهم يحكوا عنا العالم؟ محجوب اوعك تعمل شيء تقبرني، خايفه يكون شكري. لا يا مو لا تخافي، لو كان شكري كنت سمعتي صوت شعيره لعندك. الله يستر. منو هاد؟ انا عزام ابن ابو عزام. افتح. اهلين عزام، خير؟ بيسلم عليك ابي وبيقول لك مروق لعنده على الدكانه ضروري، في جوز كلام بده يحاكيك اياه. شو هو جوز هالكلام؟ بس تروح بتعرف بالاذن. الله معك. يا مو ابو عزام بعت وراي بدي اطلع لبرا اشوفه شو. ضروري طلعتك يا مو هلا. ما بطول عليك يا مو، ما بطول عليك. عاوزة مني شيء؟ سلامتك دوبني، دير بالك على حالك. الله يخلي لي اياك يا رب. ديري بالك على حالك يا مو. الله يحميك الهي. لك انت قتلت اخو رمزي اللي هو اعز اصحابك، هلا بدك تقول ليش قتلته؟ ومن هلا بقول لك ها، اذا كان حق عليك انا ما راح اكون معك بنوب. اللي بيطلع بايده لشكري يطلع برجله. مش كان بده يقرب صوبي يبقى يلا اللي بده يصير عليه. ما بصير عمي، ما بدنا دم يصير بالحاره لا انت ولا هو. هلا بدك تقول لي ليش قتلته، وبوعدك بوعدك وعد شرف، إذا كان الحق معك أنا رح أكون جنبك. ما فيني أحكي أبو عزام، ما فيني أحكي، أعذرني. وأنا كيف بدي واقف سفك الدم إذا ما قلت لي عن الأسباب اللي خليتك تقتله؟ عفيني عمي، ما فيني أحكي. والمعنى؟ المعنى واضح. مش كان بدي أقرب ناحي وقتها بصفي أنا يا هو. ليك محجوب، أنا ما راح أحكي لحدا، والظاهر إنه في سر كبير بينك وبين رمزي. ما بقدر أحكي عمي، ما بقدر. محجوب، معك شهر واحد أو بتطلع أنت وأمك من الحارة كلها. تفضل عمي، ما كل الهنا ان شاء الله. سلمها بسيفو. يعوض عليك. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير؟ كيفو ابو سيفو؟ الحمد لله امور. معلم بلاقي عندك شغل مثل ايام زمان. شو تفضلتوا عمي؟ ايام زمان وقت كنت تشتغل عندي كنت ادمي انت. وهلا مو نفعان. هيك قصدك؟ شوف محجوب، الله يستر على حريماتك،
أنا مو ناقصني وجع راس. اتيسر وخلينا نعرف كيف نسترزق. يلا روح، الله معك. إيه شو علي؟ الله بيرزق عمي، الله بيرزق. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال بده يرجع يشتغل عندي قال. ايه مصدق حاله الاخ، ما بيعرف اذا شغلناه عنا بنصير منعجن العجينات دم من وراه ومن ورا شكري. ايه روح يدور على اخته يلي صار لها 15 سنه هربانه وما حدا بيعرف وين اراضيها. شكري، إيش كان أصر أبو عزام إنك تبعد عن محجوب؟ تكسر كلمته؟ ما دخلنا بحدا يا أبي، لا بأبو عزام ولا بغير أبو عزام. وتار أخي بدي أخده لو صفى يوم بعمري. ليش أنا بقدر أنسى؟ بقدر انسى منظره وهو ممدد على الارض، لا من دمه ولا من كمه ودمه حميمه. لا والله ما بقدر انسى. لا والله. ليش انا بنسى لك ابني؟ محروق قلبي عليه لحتى اموت. وحياة مين زرعهم بوشك؟ دم اخي ما راح يضل على الارض. ومحجوب بده ينقتل اول عن اخر. لو بدي وقف بوش الناس كلها واولهم ابو عزام. بس ابني انا مالي حابب يصير زعل بيننا وبين ابو عزام. شنو ابنه صارنا واختك عرسها بعد فتره. عزام واختي وخطبتهم من ناحيه ابي، وتارنا من ناحيه تاني، ما في شي له علاقه بشي. والله مالي عارفان شو بدي اقول لك شكري. لا تقول شي ابي، لا تقول شي. اتكل على الله وعلي. والله واللي اسمه الله لخلي الحارة كلها تحسب ان ألف حساب. ولو اني خايف عليك لك ابني وخايف تتورط بورطة كبيرة، بس نفسي عارف ليش هالواطي قتلوا لأخوك مع انه كان صاحب الروح بالروح.